اليوم تقول كلمة يطلع لك واحد يسجل لك تسجيل يقول لك ها ليش قلت هالكلمة ها صدناك. ما ادري شلون طريقة هذا التسجيل الناس عارفة ابو عبد العزيز انه في اليوم اجهزة المونتاج وغيره يتم لا لا مو مونتاج اقتطاف كلمة واستقطاع كلمة وكيفون على كيفون. انا كلام انا قلته ايه؟ انا كلام انا قلته ما تهرب منه. لا قلت انا كلام المشكلة كله وقت حضرتك الان شهر 9 كله بسنة واحدة قاعد تصير. انت ما تبي تلزم نفسك في كلمة باكر تقول اوه انت قلت هالكلمة ليش غيرت؟ نعم الامور متغيره ما هي امور ثابته. هذا الكلام يعني احنا نعرف الامر الثابت الوحيد اللي هو سبحان الله يطول باعمارك واعمار المسلمين بطاعه الرحمن الموت. هذا ما شيء قلنا ثابت مثل ما غيره كله متغير. يعني ما قلنا مثل ما قال غيرنا يعني اواعد بشغله وما تصير. في ناس وقفت وعدت الجماهير وقالت ها تبون كذا ولا تبون كذا وما صارت. عرفت شلون؟ احنا ما قلنا كذي وسهل نقدر نحطها ترى وسعوا على انها ما صارت ولا ما سعوا ما ادري والله ما لهم مسعى ما لهم مسعى.